دلوقتي هنتوجه مع حضراتكم إلى منطقة الخنكة، هنزور هناك مصنع المصرية لصناعة الورق، وده أضخم المصانع المصرية المتخصصة في صناعة ورق الكرتون. طبعا دي صناعة كبرى بتبدأ من أول جمع الكرتون وتدويره إلى إنتاج الورق الذي يدخل في صناعة الكرتون، ومفيش منتج في العالم مش محتاج الكرتون. وهنقابل السيد جمال السعودي رائد هذه الصناعة في مصر، خليكم معانا. إنتاج ورق الكرتون في مصر صناعة عملاقة واستثماراتها ضخمة، ومش بيشتغلها غير اللي قلبهم حديد وفاهمين في الصناعة، لأنها طبخة ولازم تبقى مظبوطة على خط الإنتاج. وبالمناسبة مصانعنا بتغطي احتياجات السوق المحلي وبتشارك بقوة في التصدير لكل أسواق العالم. والأرقام بتقول إن مصر بتمتلك حوالي 100 مصنع لتدوير الكرتون وإنتاج الورق بطاقة 1,500,000 طن من الورق سنوياً. يعني المصانع بتشتري بالات الكرتون الدشت بسعر يتراوح ما بين 6,200 و6,700 جنيه للطن من حوالي 500,000 سريح وتاجر بيجمعوا الكرتون من كل مكان في مصر ويكبسوه في بالات ويسلموه لمصانع الورق، بعدها بيعاد تدويره وتحويله لورق بيدخل مجدداً في صناعة الكرتون. مع العلم إننا بنستورد 20% من احتياجات مصر من بالات الكرتون الدشت. كمان لازم نفهم إن كل طن و350 كيلو جرام كرتون مكبوس بينتج طن ورق، أما حجم العمالة في المصانع فيتجاوز 20,000 عامل نظامي. النهاردة هنزور الشركة المصرية لصناعة الورق بالخنكة واللي أسسها السيد جمال السعودي، وبجد المصانع صروح عملاقة، وكفاية إنهم بينتجوا 145,000 طن من ورق الكرتون كأكبر منتج في مصر، وبيستهلكوا يومياً 500 بالة دشت كرتون مكبوس، وبيستهدفوا خلال العام 2024 زيادة طاقة الإنتاج بنسبة 25%. وبالمناسبة الشركة المصرية لصناعة الورق بتمتلك مصنعين، الأول في الخنكة اللي بنزوره مع حضراتكم دلوقتي، والتاني في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وفيهم 4 خطوط إيطالية لإنتاج ورق الكرتون، وطبعا خبرتهم مهولة في إنتاج أجود أنواع الورق. وخلي بال حضراتكم السيد جمال السعودي هو رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، وبالتالي نقدر من خلاله نتعرف على التحديات اللي بتواجه صناعة ورق الكرتون في مصر. ركزوا معاه. صناعة الورق في مصر صناعة كبيرة جدا وضخمة جدا وبتساهم بقوة في تغطية احتياجات السوق المحلي من الورق، لكن أكيد الحياة مش وردية، عندنا خامات بنجيبها سواء دشت أو خلافه من الخامات. هل هي متوفرة في مصر؟ هل بنحتاج نستورد من بره؟ في تحديات في الصناعه ولا لا؟ كل ده عايزين نعرفه من حضرتك. حجم الصناعه في مصر، احنا عندنا في مصر تقريبا 100 مصنع، ال 100 مصنع دول فيهم اكتر من 150 بيبر ميل، اللي هو خط انتاج الورق بنقول عليه بيبر ميل. تمام. الصناعه فيها تحديات، لابد ان المستثمر والمواطن والدولة يتكاتفوا للنهوض بصناعة الورق. محتاجين مصانع جديدة؟ في الوقت الحالي دخول مصانع جديدة تؤثر على الصناعة، لأنه السوق دلوقتي حجم الإنتاج اللي موجود فيه أكبر من حجم الاستهلاك الداخلي، إلا إذا كنا بنصدر، وإحنا فعلا بنصدر، بس مش ده المستهدف بتاعنا، إحنا بنهدف لأكبر من كده كتير. أستاذ جمال، عايز أعرف من حضرتك، إحنا الصناعة دي بتواجه شيء هام جدا، إحنا بنستخدم الورق الدشت في هذه الصناعة، صح كده؟ نعم. ورق الدشت يغطي احتياجاتها اللي في مصر هنا؟ سواء من تجار أو من سريحة أو ورق الدشت في السابق، السابق قبل دخول مصر أبواب التصدير كان بيكفي. دلوقتي حجم الخامات اللي موجودة في مصر لا تكفي احتياجات المصانع القائمة، احتياجات المصانع المحلية، ف
فبنضطر نستورد من بره. حصل أزمة من حوالي 4-5 شهور، بعض الزملاء اتصل بينا قال أنا الشحنات بتاعتي واقفة في المينا وشوفوا لي حل. فإحنا عملنا اجتماعات وعملنا لجان في كذا وزارة، الحجر الصحي قال إحنا لسنا جهة اختصاص، محدش يسألني. هو الاعتراض عليها إيه؟ حاجة صحية؟ الاعتراض عليها إنه الدشت جاي ممكن يبقى فيه مخلفات غير الدشت. كل العالم فاتح استيراد الدشت ولابد إن إحنا نستورده عشان نكمل إنها بنعجنه ونبدأ نفرده ونعمل ورق بتاعنا وبيخش على درجات حرارة فوق 250 درجة مئوية، يعني لو في أي مشاكل لابد إنها تنتهي. خلينا نتكلم على حاجة حلوة أنا شفتها هنا، الكوادر. عندك كوادر هايلة في صناعة الورق، الناس دي تأهلهم إزاي، تدريبهم إزاي، وأتمنى إن إحنا نمتد إلى قضية التعليم. هل عندنا مدارس أو كليات ممكن تخرج لك عامل أو مهندس متخصص في الورق؟ الحقيقة إحنا في الفترة اللي فاتت عانينا كتير من انتقال العمالة بين المصانع. الكلام ده خلانا نروح لحتة تانية، إن إحنا نفكر نعمل مدرسة لتخريج جيل مؤهل لصناعة الورق. اتكلمت مع أخونا الأستاذ عبد المحسن سلام رئيس مؤسسة الأهرام، وطلبت منه ان احنا نعمل فرع في الجامعه الكنديه متخصص في صناعه الورق او برنامج تعليمي. والكلام ده مش احنا اول مره، اول ناس نعمله، معمول في المانيا ومعمول في الهند. ازاي ننمي صادرات الورق من مصر؟ حضرتك بتقول ان احنا غطينا احتياجات السوق المحلي وعندنا صناعات كتير جدا، ولغايه النهارده في ناس كتير بتدخل في صناعه الورق، يعني بتحط ملايين الدولارات عشان تعمل مصانع ورق. لا، لازم نخرج ولازم نصدر، صح؟ ده حقيقة. إزاي نزود الصادرات دي؟ زيادة الصادرات الرقم أو العنصر الأساسي فيها الجودة، والجودة يعني استثمار. طبعاً. يعني مفيش جودة بدون استثمار. إيه الأنواع الورق اللي لازم ندخلها مصر وعليها طلب في العالم كله؟ دلوقتي إحنا وصلنا للطاقة القصوى في الفلوتينج وتست لاينر، اللي هو الورق بتاع اللي هو ورق الطباعة والتغليف. في نوع تاني من الطباعة والتغليف اللي هو الكرافت والسيمي كيميكال، وده بيستخدم في العبوات التي تدخل التلاجة والسيمي كيميكال، حمل رطوبة وتلج ومية، دي فيها معالجات عشان الرطوبة زي ما حضرتك بتقول وعشان الحمل. طب احنا ليه لغاية النهاردة ما دخلناش في الصناعات دي؟ يعني احنا بنصدر 6 مليون طن حاصلات زراعية، 90% منها بتدخل تلاجات. دي حقيقة. ليه بقى ما دخلناش احنا الصناعات دي؟ احنا دخلنا الصناعات دي بس بنسبة صغيرة قوي. طب نشجع المستثمر ازاي ان يدخل في القطاع ده؟ القطاع ده عايز استثمارات زي ما قلت لحضرتك عليه. احنا وبعض الزملاء شغالين على السيكتور دوت. وبنوك قوية في ظهر المستثمر؟ والله يعني البنوك طبعا نتكلم الحمد لله 10-12 مليون دولار. احنا عندنا ميزة كبيرة قوي في البنوك، ان هي بتدي قروض بأسعار ميسرة غير القروض العادية، ودي كانت ميزة. المبادرة بتاعت البنك المركزي عملت طفرة كبيرة في الصناعة، دي كانت عملت نقلة في صناعة الورق خاصة. صحيح. ويمكن دي من السبب الأساسي اللي خلت عدد المصانع كبير جدا. صادرات مصر من الكرتون النهاردة قد إيه وإنتاجنا قد إيه؟ إحنا لو بنتكلم على الورق طبعاً. الورق إنتاجنا منه حوالي 1.5 مليون، صح كده؟ بنتكلم إنتاجنا من الورق حوالي 1.5 مليون. 1.5 مليون طن. 1.5 مليون طن في السنة. تمام. تقريباً بنصدر منهم حوالي 20%. 20%. يعني حوالي 300,000 طن. كل شركه بقى حسب نسبتها وحسب الشير بتاعها في الايه، في السوق الخارجي. واحتياجاتنا قد ايه من الاستيراد من الخارج من الورق؟ يعني بنستورد ورق قد ايه نهائي بشكله نهائي؟ احنا بيتحط للكرتون على طول. بنستورد ورق نهائي يتحط للكرتونه تقريبا يقارب 1 مليون طن، اللي هو الكرافت والسيمي كيميكال وورق الباكينج اللي بالفود جريد. كل ورق التعبئة والتغليف بتاع الأكل كله احنا بنجيبه من برا. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس الكيميائي محمد جمال السعودي، العضو المنتدب للشركة المصرية لصناعة الورق، وبجد هو نموذج مشرف لصناعة الورق في مصر، وبيسعى دايما لتطويرها وفتح الأسواق العالمية أمام منتجاتها من الورق. تعالوا نفهم منه مراحل الصناعة من أول تدوير الكرتون لغاية إنتاج الورق اللي بيدخل مرة تانية في صناعة الكرتون. احكينا مراحل الصناعة وازاي بنحصل على البكر ده، بيبدأ ازاي وبينتهي ازاي لغاية البكرة.
احنا صناعة ورق لصناعة الكرتون والتغليف. طبعا الصناعة 100% ريسايكلينج، تعتمد 100% على تدوير الورق القديم ويعاد تدويره لإنتاج منتج ذو أهمية وذو جودة عالية يصلح للاستخدام في السوق المحلي مرة تانية. امسك الورق ده وقول لي ايه الفرق بين الورق البني والورق الابيض. الورق الابيض بيتم في استخدامه في صناعات المهمه اللي الشكل النهائي للكرتونه مهم، وبيبقى التعامل على الكرتونه مع المستخدم النهائي. بالنسبه للتست لاينر ده بيتم تصنيع منه الكرتونه البني زي وده بيستخدم في جميع المنتجات الغذائيه والمنتجات الصناعيه زي كراتين المية، كراتين السناكس، كراتين البيتزا في بعض الأحيان. الفلوت بيستخدم في الطبقة الداخلية اللي هي بتكون كدعامة للكرتونة. أنا شفت عند حضرتك معمل عظيم جدا. الحمد لله. هل الطبخة اللي احنا بنعملها الورق، احنا بنطبخ الورق زي هو معروف، الطبخة دي بنضيف عليها مواد كيميائية؟ بيتم إضافة النشا على النشا بس، نشا وبعض الكيماويات لتحسين الخواص الميكانيكية للورقة. طب احكي لنا من أول الدشت لغاية لما بيطلع ورق بالشكل ده. مكنة الورقة تنقسم لجزئين، تحضيرات والمكنة. تمام. في قسم التحضيرات هو ده القسم المسؤول عن تجهيز العجينة بتاعة الورق علشان يكون الورقة والمنتج النهائي. الحمد لله احنا عندنا معدات تحضيرات من أحدث المعدات في على اجمالي الاربع مكانات بتوعنا، واخر تطوير حدث في معدات التحضيرات في 2023 في شهر يناير. التحضيرات بتنقسم الى اول جزء العجان، وده اللي بينزل فيه الورق القديم مع الميه ويتم عجنه في العجانه بواسطه الريشه والمصفى علشان يصفي العجينه من البلاستيك والمخلفات الحجمها الكبير. بتعرف تصطاد الشوايب دي؟ طبعا. المصفى بتاعت العجان 5 ملي، كل ما هو فوق ال 5 ملي بيتحجب فوق المصفى، وكل ما هو تحت ال 5 ملي بيتم سحبه عن طريق طرمبات ويروح الى حوض التخزين عشان بعد كده يتم تنقيته في معدات التنقيه. بعد العجان بيتم في معده الهاي دينست كلينرز، منقي عالي الكثافه، ده بيشتغل على كثافه عاليه عشان يتم التقلص من الحجاره الكبيره والدبوس اللي جاي في الكرتونة وكل الميتلز اللي موجودة في الورقة. بعد كده بيخش على مرحلة اللو دينست كلينرز اللي هي بتشيل الرملة اللي موجودة في العجينة اللي جاية مع المخلفات. بعد اللو دينست دي بتخش على مرحلة الفاين سكرينينج، دي اللي مسؤولة عن إزالة البلاستيك الرفيع خالص اللي بيطلع بيبقى عامل زي النمش في الورقة، ده عشان الورقة تطلع نظيفة تماما قريبة للوب. بعد معدات التحضيرات بيتم تخزين العجينة في أحواض عشان نظبط التركيزات والمواصفة بتاعت العجينة عشان نوصل بالجودة المطلوبة في الورقة في المنتج النهائي. امتى تبدأ تصفيها من المية بقى وتشتغل عليها؟ المرحلة بعد الأحواض بيتم التحكم في الكثافة بتاعت العجينة اللي راحة للمكنة، وعن طريق الهيت بوكس اللي هو قلب مكنة الورق ده بيتم ضخ العجينة على سير ناقل بيتم خلال العمليه ديت تصفيه الميه بطريقتين. في طريقه بالجاذبيه ان الميه تتصفى عن طريق السلك اللي موجود، وبعد ذلك بيكون التصفيه صعبه فبنستخدم شف، ترمبات شف عشان يعمل تخلخل لجزيئات الميه ويصفي الورقه من الميه اللي موجوده فيها. في مرحله بعد مرحله السلك بتكون الورقه 25% عجين ورق و75% ميه. بيتم الدخول على منطقه العصارات، بيتم التخلص من الميه اللي موجوده في الورقه ميكانيكيا، فيوصل الورقه بعد منطقه العصارات 48% عجينه 52% ميه. يعني لسه عايزه تجفيف تاني. لسه عايزه تجفيف تاني. لا مش صعب ان انت تستخلص الميه في المرحله دي بالطريقه بالقوه الميكانيكيه، لازم بالحراره. بيتم الدخول على منطقه المجففات عشان يتم تجفيف. دي سلندرات بقى مش كده؟ سلندرات بالبخار عن طريق الغلايات اللي موجودة عندنا عشان يتم تجفيف الورقة والوصول إلى الرطوبة اللي حسب الستاندرد العالمي اللي هي رطوبة الورقة من 6 لـ 8. طب إيه المكنة اللي أنا شفتها الـ ABB اللي هي زي روبوتس كده؟ دي معدة من ABB، من أفضل الشركات في التحكم في جودة الورق
دي المعدة بتعمل بالعنصر المشع، فيها حساسات بتدي إشارة للعنصر، حساسات بتقيس جرام الورقة والرطوبة بتاعة الورقة أونلاين على الماشين. طول ما الورقة شغالة هو بيقيس الرطوبة وبيتحكم أوتوماتيك بدون تدخل أي عنصر بشري عشان سرعة استجابة التحسن. إمتى بتستخدم بقى المعمل اللي ورايا ده؟ في جزئين من المعمل، في معمل الويت لاب ده اللي هو بيعمل الرقابة على الجزء المبلول، وفي معمل الدراي لاب اللي بيعمل الرقابة على الورقة النهائية. بعد كده بيتم قياس كل المواصفات الميكانيكية وإعادة التأكيد على الجرام وعلى الرطوبة وعلى نعومة الورقة عشان توصل للعميل بناء على المواصفات اللي العميل طالبها في المنتج النهائي بتاعه. استثمارات المصانع عندك كام؟ أنا استثمارات المصانع المصنعين الخنكة وأكتوبر، يعني يعدوا 700 مليون. 700 مليون وعندك توسعات جديدة؟ عندي توسعات إن شاء الله. إحنا بننتج حالياً 13,000 طن في الشهر، إن شاء الله بنهاية 2024 نزود الإنتاجية من 25 لـ30% ونوصل لطاقات تكفي الطلب وتزود حصة التصديرية بتاعتنا في السوق الخارجي. صناعة ورق الكرتون محتاجة إعادة نظر، استثمارات بمليارات الجنيهات لإنشاء المصانع وطاقة إنتاجية ضخمة، ولكن الخام اللي هو بالات الكرتون المكبوس اللي بيعاد تدويره وبيدخل في صناعة الورق مش بيغطي احتياجات المصانع، ولازم حل ومنطقي. يعني باختصار نسمح باستيراده بصورة أكبر لأن الكرتون بيدخل في كل الصناعات وممكن يوقف مصانع كاملة عن العمل. أما ركب بالات الكرتون الدشت في المواني ودفع أرضياتها بالدولار لشركات الشحن العالمية واشتراط وزارة البيئة بإجراء تحاليل لبالات الكرتون في شركات أجنبية ببلد المنشأ تكلفنا $2,000 للموافقة على دخولها، وإحنا أصلاً بنعيد الفحص في مصر، فدي كلها إجراءات غير مقبولة وبتستنزف الدولار في مصر. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يشهد اجتماعات ديزاين هاب في شركة أرتستيكو للأثاث المكتبي، والتي شهدها نحو 50 مصمم وخبير في الأثاث والديكور إلى جانب الطلاب المتخصصين في التصميم والديكور، بهدف تبادل الخبرات وتأهيل الطلاب لسوق العمل وبحث سبل زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الأثاث والديكور.